نتكلم عن اليوم موضوعين الكورونري تيبركلوسس والدول الأنجن. هذا أول حاجة بالكورونري تيبركلوسس. تيبركلوسس is caused by infection with mycobacterium tuberculosis. يعني لما نتكلم عن TB معناها إحنا نقطة أورجنس اسمه mycobacterium tuberculosis. ولكن هذا لا يعني إنه هو الكائن الوحيد اللي بيعمل TB. في كائنات كثيرة مجموعة تحت يعني مسمى كبير اسمه mycotuberculosis complex. في أنواع منها تقدر تعمل infection للهيومن، من بينها وأهمها هي mycobacterium fobis. إذا mycobacterium tuberculosis هو one organism ولكن في complex كامل بيقدر يعمل يعني similar clinical picture، وأهم واحد فيهم mycobacterium fobis. بالنسبة للmethod of transmission mycobacterium fobis من اسمها إيش يعني fobis؟ إيش معنى fobis؟ من إيش جاية؟ كلمة فوبس أكيد ما تبررت عليكم كلمة فوبس من قبل. معناها كاوز أو البقر، تمام؟ فمايكوبكتيريوم فوبس من اسمها هي جاية من something related to the cows اللي هو حليب البقر. So mycobacterium fobis infection arises from drinking non-sterilized milk from infected cows. طيب المايكوبكتيريوم فوبس هل تقدر تعمل pulmonary disease ولا بس تعمل abdominal disease بحكم انها تنتقل عن طريق شرب اللبن اللي هو مش مبستر ولا معقم؟ هي بتعمل mainly abdominal TB، ولكن هل تقدر تعمل pulmonary TB ولا ما تقدر تعمل؟ لا تقدر تعمل. how do anybody have an idea؟ عن ايش؟ اي حدة واحدة؟ aspiration. بالضبط aspiration to the pulmonary system. طيب mycobacterium tuberculosis is spread by the inhalation of ionized droplets. ما معنى كلمة ionized droplets؟ هل مرت عليكم من قبل؟ يعني الواحد لما يتكلم أو يعطس أو يسعل الرذاذ اللي بيطلع منه اسمه ionized droplets، تمام؟ أي القطيرات التي يعني تطير في الهواء. From other infected patients. من هم الناس اللي هم أكثر عرضة للتي بي؟ هل كل إنسان بيتعرض للتي بي يحصل له فعلا تي بي؟ لا، في مجموعة ناس معينين بيكونوا أكثر عرضة للتي بي. من هم هذول الناس؟ الناس اللي عندهم diabetes mellitus مرض السكر، الchildren والold people بيحكم إنه دائما بالأطفال جهاز المناعة لسه بيكون immature، وفي الold people لأنه برضو جهاز المناعة بيكون less effective than the other people. كمان في معنى كلمة close contact of patient with TB. من هم close contact of patient of TB؟ الناس العايشين مع اللي عندهم TB. مش بس كده، مجرد زيارة واحدة لمريض عنده TB ممكن تؤدي إلى انتقال الانفكشن. انتم عارفين تقريبا السعلة الواحدة كم بتطلع organisms من TB؟ كده جيبوا رقم، يعني الكحة الواحدة كم تطلع؟ لا 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 ما شاء الله بالغتوا، هي 3000 إلى 10000، تمام؟ تقريبا 3000 إلى 10000 على حسب السعر. عارفين كم يحتاج الإنسان من بين هذول عشان يحصل له تي بي؟ 10 حبات فقط، 10 حبات من الباسيلاي ممكن تعمل له انفكشن. فبالتالي وجود الزيارة واحدة لمريض عنده أكتف أوبن تي بي ممكن تؤدي إلى الانفكشن. من كمان السموكرز؟ الناس اللي عندهم previous infection with TB، الimmune compromised اللي حقهم المناعة ضعيفة، زي من long term steroid treatment والpatients اللي عندهم HIV. عارفين إيش يعني HIV صح؟ okay، فيروس عرض المناعة المكتسب. وكمان الناس اللي عندهم chronic renal impairment نفس السبب. كل هذه الأسباب تدور حول حما واحد، إنه جهاز المناعة بيكون not good. لا شوف، الاستيرويد هنا بنعني بها الكورتيكوستيرويد مش الانابوليك ستيرويد. الانابوليك ستيرويد is something different and it has no relation to the immune system. هي انابوليك. طيب هنتكلم هنا فقط على الباثوجينيسيس، لكن ما هنتكلم عن الباثولوجي، لان الباثولوجي يعني فيه حاجات كثيره وكلام كثير اللي هو كيف الابيثيلود جرانيولوما تكونت والبون فوكس تكون وكذا. هذه الاشياء يفترض انكم حتاخذوها بالباثولوجي، لكن احنا هناخذ هنا فقط الباثوجينيسيس او كيف حصل المرض. Infection results from exposure of the lungs to infected air droplets 10 bacilli 10 حبات فقط من التي بي are enough to make infection. وين انحيل لما بياخذها او بيتنفسها الشخص الذي اخذ العدوى
These droplets go in the air spaces of the lungs for 2 to 12 weeks. بمعنى إنه ما بيكونش في أي clinical picture أو أي manifestation على هذا patient لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 12 أسبوع اللي هي incubation period of TB. خلال هذه الفترة إيش اللي بيحصل؟ الـ bacilli بتبدأ تتكاثر حتى يوصل عددها إلى من 1000 إلى 10000. هذا هو العدد الكافي اللي يكون فيه clinical picture. لما توصل عددها أو تتكاثر إلى أن توصل بدل ما كانت 10 حبات إلى 1000 إلى 10000 الإميون ريسبونس بيبدأ. لما يبدأ الإميون ريسبونس بيكون في معنا واحد من هذه المصائر. المصير الأول إنه الإميون ريسبونس أو الإميون سيستم يكون قوي بما فيه الكفاية ليتغلب على التي بي وبالتالي يعمل كليرنس للإنفكشن. هذا إذن المصير الأول، وهذا طبعا اللي بيحصل في غالبية البيشنت. يعني تقريبا 80% من الحالات الإميون ريسبونس بيكون قادر، وأنا يعني أتوقع إنه مثلا جزء كبير منكم قد حصل له تي بي من قبل ولكن جهاز المناعة كان قادر إنه يعمل له كومبليت كليرنس. طيب إذن هذا المصير الأول اللي هو تقريبا بيكون غالبية الحالات أو 80% من الحالات. طيب المصير الثاني إيش هو؟ جهاز المناعة يظل يتحارب مع التي بي، لا هو قادر انه يعمل له كليرنس ولا التي بي قادر انه يعمل اكتف انفكشن. في هذه الحالة الانفكشن يحصل لها انكتيفيشن، يعني بتظل خاملة، فبالتالي تؤدي الى حالة اسمها ليتنت تي بي او التي بي الخامل. هذا بيجلس الانسان ما فيش عنده اي علامة ولا عنده اي manifestation من المانيفستيشنز اوف تي بي، لما جهاز المناعة يضعف ممكن يحصل له اكتيفيشن. إذا الليتنت تي بي ممكن يظل ليتنت أو يظل خامل أو نائم طول عمر الإنسان، وممكن إذا حصل أي مشكلة بجهاز المناعة إنه يعمل له أكتيفيشن بالرغم. طيب إذا المصير الأول زي ما اتفقنا إنه كليرنس أوف ذا إميون سيستم، المصير الثاني إنه إن أكتيفيشن أوف ذا سيستم ولكن أو ذا تي بي، ولكن التي بي بتظل موجودة وقابلة إنه ممكن يحصل لها أكتيفيشن في أي لحظة. والمصير الثالث انه التي بي يتغلب على جهاز المناعه وبالتالي يحصل معنا حاجه اسمها اكتف انفكشن اوف تي بي. اول انفكشن اوف تي بي بنسميها برايمري تي بي او اول تي بي. كلمه برايمري تي بي معناها اول تي بي وتعني اول انفكشن يصاب بها الانسان اوف تي بي. طيب اذا الليتنت تي بي حصل له ري اكتيفيشن، هل بنسميه برايمري تي بي اول تي بي؟ لا، بنسميه بوست برايمري تي بي. عارفه ايش يعني بوست صح؟ إذا latent TB can be activated at any time resulting in post-primary TB. إذا الإنسان ممكن يصاب بالTB عن طريقين. الطريق الأول إنه أول ما يأخذ الإنفكشن جهاز المناعة يكون ضعيف وبالتالي يقدر يتغلب عليه ويعطينا حاجة اسمها primary TB، أو إنه جهاز المناعة يكون نص نص فبالتالي يعمل inactivation للTB، ولكن متى ما ضعف جهاز المناعة يحصل activation again لهذا الإنفكشن، ولكن ساعتها ما بنسميهاش primary TB بنسميها post-primary TB. أوكي؟ مفهومة هذه النقطة؟ مفهومة للجميع؟ تحتاج إعادة؟ أعيدها؟ طيب ماشي. طيب إذا هذا البيشنت اللي راح يزور بيشنت عنده تي بي وأخذنا الإير دروبلتس، تمام؟ الإير دروبلتس 10 قلنا كافية إنها تعمل إنفكشن. العشرة هذه دخلت في الرئتين جلست لمدة 2 إلى 12 ويك. خلال هذه المدة تكاثرت عشان يصير عددها من 1000 إلى 10000. مفهوم لحد الآن صح؟ طيب ال 10000 هذه عندها القدرة إنها تعمل اكتيفيشن أوف إميون سيستم. طيب الإميون سيستم الآن يا إما إنه يكون سترونج وبالتالي يتغلب على الإنفكشن ويعمل كليرنس أوف إنفكشن وبالتالي نو تي بي. هذا المصير الأول، وهذا اللي بيحصل تقريبا في 80% من الحالات إن الإميون سيستم بيكون strong enough إنه هو يعمل كليرنس للتي بي. طيب الحالة الثانية إنه الإميون سيستم لا يكون strong ولا يكون ضعيف، فبالتالي يجلس يتحارب مع الإنفكشن ويؤدي إلى inactivation of تي بي. ما معنى inactivation؟ ما هيش كليرنس، ما زال تي بي موجودة ولكنها غير قادرة على عمل أي clinical picture أو أي symptoms. طيب في هذه الحالة إيش بنسميها؟ بنسميها latent تي بي أو التي بي الخامل. الحالة الثالثة إن الإميون سيستم يكون ويك، في هذه الحالة إيش اللي هيحصل؟ مباشرة هيحصل active infection.
انفكشن، مش اكتيفيشن، اكتيف انفكشن. الاكتيف انفكشن لانها اول انفكشن تعرض لها الانسان باول مره يحصل له تي بي، فبنسميها برايمري. ما معنى برايمري؟ الاول. برايمري ما هو تعريف البرايمري تي بي؟ معروف ان تعريفها انها يكون في تي بي upon first exposure to TB، يعني أول ما الإنسان يأخذ TB لأول مرة ويحصل له clinical symptoms and signs of TB، هذه بنسميها primary TB. طيب لنفرض في حالة latent TB، إحنا قلنا latent TB في هذه الحالة لا هو ميت ولا هو حي ولكنه dormant أو كانن. في هذه الحالة إذا جهاز المناعة ضعف، إيش اللي بيحصل؟ بيحصل activation of TB. الاكتيفيشن هذا هل بنسميه برايمري تي بي؟ هل هي اول مره تعرض لها تي بي؟ لا، ما هيش اول مره تعرض للتي بي، هي تقريبا هتكون ثاني مره تعرض للتي بي، فبالتالي بنسميها ايش؟ بوست برايمري تي بي. اذا هذا هو الباثوجينيسيس تبع التي بي وليس الباثولوجي. الباثولوجي تبع التي بي حتدرسوه ان شاء الله في الباثولوجي ان ديتيلز، اللي هو ايش اللي بيحصل، ايش هو الابيثيلود جرانيولوما از فورم، هو النون كازيس جرانيولوما از فورم، هذا الكلام كله بتدرسوه في الباثولوجي. نعم اي هنا يعني هي تسميتين لشيء. طيب اوكي، اذا اتمنى ان النقطه الان تكون كلير. طيب اذا طيب التي بي فين بيأثر او ايش التايبس اوف تي بي؟ في معنى بولمونري تي بي وهي الاشهر، وفي معنى حاجه اسمها اكسترا بولمونري تي بي، بمعنى ان في اعضاء اخرى يقدر ياثر عليها التي بي غير البولمونري تي بي. بنسبه 10% واقل حتى احيانا. طيب نبدا اول حاجه بالبولمونري تي بي. التايبس اوف بولمونري تي بي مثل ما اتفقنا قبل قليل بنسميها يا اما برايمري تي بي يا اما بوست برايمري تي بي، في معنى حاجه ثانيه اسمها ميلياري تي بي. نبدا بالبرايمري تي بي. occurs for the first time in a patient not previously exposed to TB. هذا هو تعريف التي بي اللي هو أول primary TB، إنه حصول التي بي لأول مرة في مريض لم يسبق له التعرض من قبل للتي بي، هذه البرايمري. البوست برايمري تي بي كما أسلفنا يا إما إنها بتجي من activation of previous infection أو إنه بيكون في second exposure، يعني المرة الأولانية راح لعند المريض أخذ منه التي بي ظل كامل أو حصل clearance، بعدين راح مرة ثانية يزور مريض أو تعرض لمريض عنده التي بي وأخذ تي بي مرة ثانية، فهذا اللي بنسميها second infection. هذا هو تعريف البوست برايمري تي بي. لكن من ميلياري تي بي؟ أول حاجة كلمة ميلياري من أين جاءت؟ جاءت من الميلياري سي. اللي هي الحبات الصغيرة هذه اللي زي حبات السنسل. الميلياري تي بي ما معناها؟ معناها widespread lung and systemic infection. بمعنى في البرايمري والبوست برايمري تي بي لو درستم الباثولوجي، هل قد درستم الباثولوجي تبعهم ولا لسه؟ ما درستها؟ طيب حتدرسوا انه الليجن بيكون معانا بيكون حاجه معينه، بيكون يا اما نيكلزيتنج جرانيولوما يا اما كبتي يا اما نيومونيا، يعني بيكون في معانا ليجن معين. لكن هذا في الميلياري تي بي ما بيكونش في ليجن معين، بيكون في حاجه اسمها وايد سبريد، يعني ان الانفكشن هذه ممكن تصيب جميع اجزاء الجسم من عند الدماغ الى اسفل القدمين. فهذا الوايد سبريد لونج اند سيستم الانفكشن بتكون على شكل حبيبات صغيره حجمها زي حجم الحبيبه السمسم، فبالتالي من هنا جاءت التسميه ميلياري تي بي. تمام، فالميلياري تي بي اجين ما معناها؟ معناها سبريد اوف ميلت سيتس ليجن اوف تي بي ثرو اوت ذا هول بودي، يعني من قلنا من عند اعلى الراس الى اسفل القدمين، هذه الميلياري تي بي. والليجنز ما بتكونش لا على شكل جرانيولوما ولا على شكل كافيتي ولا اي حاجه، بتكون على شكل ميلت سيتس، يعني بمعنى حبيبات صغيره تنتشر في الجسم كامل، هذه اسمها الميلياري تي بي. هي اخطر انواع التي بي وممكن تؤدي الى الوفاه. ايش؟ يبدأ الجسم كامل؟ أيه، هو يبدأ من البلموناري وبعدين ينتشر. هي هو تايب اوف بلموناري، ليش؟ لأن البلموناري هير از افكتد، فهو يبدأ من البلموناري وبعدين ينتشر في الجسم كامل. في من بيحصل ميلياري تي بي أكثر حاجة في الناس اللي جدا مناعتهم ضعيفة، وأكثر الناس المعرضين له هم الناس ب اتش اي بي اللي هو ادفانسد اتش اي بي. طيب نجي لعند الكلينيكال بريزنتيشن. بلموناري تي بي كان بي بريزنتد باي ذا فولوينج. فيرست constitutional symptoms، واعتقد انه فيما مضى درسنا ما معنى كلمه constitutional symptoms اللي هي اربعه symptoms. تذكروا لما درسنا محاضره الهيستوري فيما مضى قلنا ان constitutional symptoms هي عباره عن اربعه symptoms
الفيبر والسويتينج الويت لوس والانوركسيا، هم أربعة إخوة. فالكونستيتيوشنال سيمبتومز في حالة التي بي بتكون شديدة جدا. إيش اللي بيكون موجود معنا؟ prolonged fever، حمى مستمرة أو حمى طويلة، وغالبا بتكون more at night. ممكن المريض يكون طول النهار بحالة جيدة، ولكن أول ما يبدأ العصر تبدأ له high grade fever. إذا prolonged fever هذه أول حاجة. ثاني شيء anorexia، إيش يعني anorexia؟ decrease the appetite and weight loss، فقدان الوزن. في هذه الحالة بيكون فقدان الوزن شديد جدا وواضح. ثالث حاجة بيكون في عندنا أو رابع حاجة بيكون drenching night sweating. ما معنى drenching؟ النايت سويتينج أو السويتينج أو التعرق بشكل عام ممكن نقسمه على حسب كمية العرق اللي يصيب المريض إلى تسعين. أول حاجة في معنا mild sweating، في profuse sweating، وفي حاجة اسمها drenching. لما الحد يتعرق أو عنده تعرق لازم إحنا نعرف أي نوع من التعرق عند هذا المريض. الدرينشينج سويتينج معناها ان التعرق بيكون شديد جدا لدرجة انه ممكن يبلل الملابس، ومش بس يبلل الملابس، يوصل كمان لعند الفراش. هذا اللي بنسميه درينشينج لانه كأن المريض اخذ دش من كثرة العرق. هذا درينشينج سويتينج. البروفيوز سويتينج معناها تعرق شديد ولكن ما كانش كافي انه يبلل الفراش. المايلد سويتينج هذا مرحلة اقل من البروفيوز سويتينج، يعني التعرق بسيط. اذا الدرينشينج سويتينج هذا هو اللي موجود في حالة التيبي، تعرق شديد جدا لدرجة انه ممكن يبلل ملابس او كمان ارتجة الفراش تبع المريض. فبالتالي رجاء عن اي مريض تعرفه او اي انسان في حياتكم تعرفه يقول لكم انه عنده drenching sweating، لازم تحطوا اول احتمال presence of TB عنده. اذا الconstitutional symptoms هي اول الاعراض اللي بيجي فيها المريض. طيب ايش اللي ممكن كمان يكون فيه موجود معه؟ يكون موجود معه product recall، والبروتكتيف كف هذا ممكن كمان يكون في موجود معه هيموبتسيس. وغالبا الناس العاديه ما بينتبهوا او بيروحوا للكلينيكال بيكتشر بيروحوا للطبيب الا لما يكون في هيموبتسيس. عارفه ايش يعني هيموبتسيس؟ فبالتالي هذه هي الثلاث الاعراض الاساسيه للتي بي، يا اما كونستيتيوشنال سيمبتومز قويه بمعنى برولونجد فيبر ودرينشينج سويتينج وويت لوس بيكون شديد، برودكتيف كف او ويذ او ويذاوت هيموبتسيس. طيب اذا هذا بالنسبه للبلمونري تي بي واعراض البلمونري تي بي. ايش الاكسترا بلمونري تي بي او ما هي الاماكن خارج اللنج التي ممكن يؤثر عليها التي بي؟ طبعا احنا لما نسمع كلمه تي بي يروح ذهننا مباشره لفين؟ لللنج، صح؟ ولكن في اماكن اخرى ممكن يؤثر عليها التي بي. اول واهم حاجه اللي هي الاكثر شيوعا التي بي لمف ادينايتس، انه ممكن يمسك لنا لمف نود ويعمل فيها اكتف انفكشن، وغالبا اللمف نود هذه بتكون موجوده في السيرفايكال غالبا. طيب ممكن يعمل برضو الميدياستاينال، ممكن يعمل انتراثوراسيك، بس الاكثر انه يعمل تي بي. ممكن برضو يعمل ابدومينال تي بي، والابدومينال تي بي هذه ممكن تكون في اني وير ان دي ابدومين، سواء كانت في الانتستاين او في البيرتونيال كافيتي. ممكن يعمل برضو او حتى في الادرينال كمان. ممكن يعمل ماسكول سكيليتال تي بي. الماسكول سكيليتال تي بي يا اما ممكن يعمل ارثرايتس او بيعمل حاجه مهمه اسمها بوتس. سمعت عن فوتس ديزيز؟ اللي هذا تي بي اوف ذا سباين. هتسمع عنا بتفاصيل اكثر ان شاء الله في الباثولوجي، ولكن يكفيكم الان تعرفوا انه التاثير اوف تي بي على المسكول سكيليتال سيستم بيكون يا اما على شكل ارثرايتس او على شكل فوتس ديزيز اللي هو تي بي اوف ذا سباين. طيب ممكن يعمل برضه جينيتو يورينري تي بي، ياثر على الجينيتو يورينري سيستم كاملا او على اي مكان في الجينيتو يورينري سيستم. ممكن برضه ياثر على السي ان اس، واكثر حاجه كيف بياثر على السي ان اس؟ بيعمل لنا شيء مهم جدا اسمه تي بي مننجايتس. عارفين ايش يعني مننجايتس؟ التهاب السحايا الناتج عن التي بي، ويعمل حاجه اسمها تيوبركلوما. تيوبركلوما هذه عبارة عن زي تيومر أو كتلة موجودة نانكازيس جرانيولوما موجودة داخل البرين، وممكن تعمل لنا آثار جانبية كأنها ورم بالضبط. وآخر حاجة اللي هي البريكارديا تي بي، هذا اللي ممكن يؤثر على الغشاء المحيط بالقلب البريكارديوم. فهذه هي أنواع الإكسترا بولمونري تي بي. طيب كيف بنشخص إحنا التي بي؟ أول حاجة
حاجه بالسيمتومز اند ساينز، وزي ما اتفقنا انتم خارجين من هذه المحاضره وعارفين اي واحد عنده برولونجد فيبر مع درينشينج سويتنج ويت لوس لازم تحطوا احتمال التي بي عنده، سواء كان بولنري او اكسترا بولنري. اذا السيمتومز اند ساينز هذه اول حاجه او الركيزه الاولى اللي بنعتمد عليها في التشخيص. طيب في الشست اكس راي ممكن يكون في حاجات كثيره، مع يعني مش مهم انكم تعرفوها الان حاليا لانه ربما انتم ما قد درستم الشست اكس راي. فممكن يعمل لنا بلورال ديفيوجن، ممكن يعمل لنا كونسوليديشن زي الكونسوليديشن حق النيمونيا بالضبط، ممكن يعمل كافيتي او فايبروسس. يعني هذا الكلام شويه ادفانسد عليكم فمش ضروري انه تكونوا يعني واعيين فيه كثير. لما تدرسوا الشست اكس راي حتعرفوا ما معنى كلمه كافيتي وكيف نميز الفايبروسس والكونسوليديشن والبلورال ديفيوجن. طيب ايش كمان اهم حاجه بنستخدمها في الدايجنوستكس؟ بنستخدم السبيوتم اند بلورال فلويد اكزامينيشن. ايش اللي بنعمله بالضبط بالسبيوتم اند بلورال فلويد اكزامينيشن؟ بنعمل لهم اكزامينيشن اندر مايكروسكوبي فور تي بي باسيلاي باي زيل نيلسون ستين. يعني انه التي بي ما يعني ما بتاخذش الصبغه العاديه اللي هي هيماتوكسيليا اللوسين اللي موجوده في اللي بنستخدمها غالبا، لا في صبغه اللي هي اسمها زيل نيلسون اختصاراً بنسميها ZN، انتم سموها ZN وخلاص كفاية يعني. فالصبغة اللي بنستخدمها للتي بي هي صبغة خاصة اسمها ZN stain، لأنه ليش هي ما بتستخدمش العادية؟ علشان إنها acid fast. التي بي بس اللي هتسمعوا كلمة acid fast، ما معنى كلمة acid fast؟ مقاومة للحمل. مقاومة لأي حمل بالضبط؟ المايكوليك أسيد. هذا المايكوليك أسيد موجود على جدار ال ايش؟ ما عندها سلوار. لا هي عندها سلوار وعندها مايكوليك اسيد في السلوار. احنا طبعا اول ما نبدا نعمل ستيننج احنا بنعمل طبقه من الاسيد عشان نقدر نشيل الطبقه الخارجيه من البكتيريا، وبالتالي الصبغه تثبت في البكتيريا. هنا لا، المايكوليك اسيد بيخليها مقاومه لهذا الاسيد اللي احنا بنحطه، فبالتالي بتكون acid fast بمعنى انها ما تظهرش يعني كجرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، ما بيحصلش هذا الشيء. اللي بنشوفه ان احنا بنحتاج صبغه خاصه اسمها زيل نيلسون ستين. وكمان ايش اللي بنعمله غير ان احنا نعمل لها الصبغه الخاصه هذه؟ بنعمل كلتشر وسنسيتيفيتي. وطبعا زي ما انتم متوقعين ان التي بي هو عباره عن سلو جروينج اورجانيزم، فبالتالي ما ينموش في الكلتشر او الميديا العاديه اللي بنستخدمها عشان بقيه البكتيريا، نحتاج كلتشر معينه زي الوينشتاين جنسن ميديا، زي الباكتريك ميديا. يعني هل حتدرسوا هالكلام اكثر in more details في الباثولوجي. طيب الان لو واحد منكم خايف على نفسه، يعني مثلا نفرض انه كان في حد من اقاربكم عنده تي بي، او دخلتم مستشفى وفحصتم مريض عنده تي بي، وهذا الشيء بيحصل كثير، ويشتي يتاكد يشوف هل عنده تي بي ولا ما عنده تي بي. في هذه الحاله بيكون في عندنا شيء اسمه سكرينينج تيست. كلمة screening test تعني الفحص اللي بنستخدمه علشان نعرف هل هذا المريض عنده هذا المرض ولا لا، رغم انه هذا المريض او هذا الانسان ما عنده اي اعراض من اعراض التي بي. ما هي screening test؟ اللي هو في تست اسمه مانتو تست وفي تست اسمه ابرا تست. الفرق بينهم ان المانتو تست هو عبارة عن intradermal test، يعني بنحط injection intradermal من purified protein derivative of TB وبنشوف الرياكشن تبعه اذا هو positive او negative. وكمان في معنا فحص اسمه إجرا اللي هو جاما انترفيرون ريليز سيستم. هذا الانترفيرون جاما ريليز سيستم هو عبارة عن سيرولوجيكال تيست، لكن مشكلته انه غالي جدا. طيب الكفاءة، من اعلى كفاءة؟ المنتو تيست اللي هو انترادرمال ولا الإجرا؟ الكفاءة متساوية، الكفاءة متساوية. عندنا هنا في بلاد الاندميك، في الاندميك كونتريز الكفاءة متساوية. المنتو نفس الإجرا تيست، اللهم ايش الفرق بينهم؟ المانتو تيست ياخذ تقريبا 48 ساعة إلى أن تظهر نتيجته لأنه انترادرمال تيست، أما الإجرا تيست فبتظهر النتيجة مباشرة. هذا الفرق الأولاني. الفرق الثاني إنه هذا انترادرمال تيست ممكن يتأثر بعوامل كثيرة، ولكن الإجرا تيست ما بيتأثرش بأي عامل من العوامل، بالتالي نتيجته ممكن تكون مور أكيوريت. هو ياخذ وقت.
لانه عباره عن سيل ميديتد رياكشن، واحنا عارفين ان السيل ميديتد رياكشن ياخذ وقت اطول من الرياكشن العادي. فبالتالي هذا المنتول تيست ممكن اي واحد فيكم يعمله، بس لسه بدري عليكم لانكم ما دخلتم على المرضى والمستشفيات. بس لما تدخلوا عند المرضى والمستشفيات تتعرضوا لمرضى كثير، حيصير من الضروري جدا انكم تعملوا المنتول تيست، يعني كسكرينينج لكل الاطباء في المستشفيات لازم يتعمل لهم المنتول تيست عشان نعرف هل عندهم ليتنت تي بي ولا ما عندهم ليتنت تي بي. طيب اذا طلع عندهم ليتنت تي بي هل يحتاج نعطيهم علاج ولا ما يحتاج؟ اي بيشنت يطلع عنده ليتنت تي بي لازم ياخذ علاج تي بي علشان ما يحصلوش اكتيفيشن. طيب الاجراتس اذا في يستخدم اكثر شيء فين في الدول المتقدمه؟ عندنا هنا اكثر شيء بنستخدم المانتول تيست. اذا اسم من ما ايش هو؟ اذا مثلا طلع تي بي لا ممكن يصاب 20 مره كمان، يعني ما فيش مناعه، ما فيش اميونيتي اجينست تي بي، عشان هكذا احنا قسمناه لبرايمري وبوست برايمري تي بي لانه ممكن يحصل. انا حطيت له فايده من الفاكسين اللي ياخذ بي جي. لا ماشي، هذا الاهداف يونيفايد بروتين ديليفرز ان ايبل تو ميك انفكشن اند ان ايبل تو ميك اميونيتي. اوكي بتعمل جست لوكالايز اميون ريسبونس، لكن البي سي جي بيعمل جنرالايز اميون ريسبونس، ففي فرق بينهم. هذيك بس البيوريفايد بروتين ديريفاتيف اللي بنستخدمها في حاله المنتل. فعاده مثلا واحد مرض وبعدين تمرن على الجو رجع لك حول ما هو هذه فيها كلام كثير حقيقه، ولكن الاحتمال انه جهاز المناعه ما عاد يستجيب بعد هذا. طيب اذا التشخيص حق التي بي بيتم عن طريق السيمتومز اند ساينز، بيتم عن طريق التشيست اكس راي، السبيوتم والبلورال فلويد اكزامينشن. طيب انا لو جبت لكم سؤال صح او غلط في امتحان وقلت لكم اكتف تي بي كان بي دايجنوز باي بوزيتيف منتول تيست، هل هذه العباره صحيحه او خاطئه؟ اكتف تي بي اذا المنتول تيست ما لهوش علاقه بتشخيص الاكتف تي بي بقدر ما له علاقه بتشخيص الليتنت تي بي. لما نستخدمه اكثر شيء كسكرينينج تيست. تمام، من اكثر الحاجات اللي بنعتمد عليها في تشخيص التي بي السبيوتم والبلورال فلويد اكزامينشن، ولكن المنتو هو اساسا عباره عن سكرينينج تيست للليتنت تي بي وكذلك الاجرا. دكتوره دائما لحظه، السؤال هنا انت قصدك انه هل اي بلمونري تي بي ممكن تعمل بلورال؟ 70% من حالات البلمونري تي بي بتنتقل للبلورال، 70% من الحالات. فبالتالي ممكن يكون في بلورال افيوجن، ولما يكون في موجود معنا بلورال افيوجن بيساعدنا في التشخيص اكثر بكثير من اي طريقه ثانيه. طيب الان كيف نعالج البلمونري تي بي؟ البلمونري تي بي بنعالجه لمده لا تقل عن 6 اشهر. اقل مده نعالج فيها التي بي هي 6 اشهر، واكثر مده ممكن توصل لسنه. اذا مده علاج التي بي يتراوح بين 6 اشهر الى 12 سنه. على ايش بنعتمد من عوامل؟ اول حاجه على مناعه الانسان. الانسان اللي مناعته ضعيفه غير الانسان اللي مناعته قويه، يعني البيشنت اوف اتش اي في غير البيشنت اوف دايابيتس غير البيشنت اللي هو نورمال ما عنده اي مرض. هذا اول حاجه. ثاني شيء تمام اوكي الريزيستنس، اذا هذا البيشنت عنده ريزيستنس ولا ما عنده ريزيستنس، لانه اذا عنده ريزيستنس بنحتاج نعمل له فتره اطول من التريتمنت. وثالث حاجه مكان التي بي، السي ان اس تي بي ممكن ياخذ 12 شهر عشان يتعالج، بينما البلمونري تي بي بياخذ 6 اشهر، السيرفايكال تي بي برضه السيرفايكال لينفادينوباثي بياخذ برضه 6 اشهر. اذا 6 مانث تريتمنت ديوريشن ذات مي بي اكستندد تو 9 اند ايفن 12 مانث. The first 2 months medications, 4 medications are used, and they are isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol. نستخدم إذا ما فيش أي كونترا إنديكيشن أو موانع استخدام نستخدم هذول الأربعة مع بعض في أول شهرين. بعدين بقية الأشهر نستخدم معها أقوى دوائين واللي هي الريفامبسين والأيزونيازيد. الريفامبسين ممكن تلقوه في كتب ثانية باسم ريفامبسين هو نفسه. الريفامبسين هو نفس الريفامبسين. بس الامريكان يحبوا يستخدموا كلمة ريفامبين أكثر من ريفامبسين. طيب في معنا حاجة اسمها دراج ريزيستنت تي بي، وللأسف إنها موجودة عندنا هنا في اليمن، اللي هو عبارة عن تي بي ريزيستنت تو أيزونايزد أند ريفامبسين. أي تي بي ريزيستنت تو أيزونايزد أند ريفامبسين بنسميها دراج ريزيستنت تي بي. وللأسف إحنا وصلنا لمرحلة حاجة اسمها إكس ريزيستنت تي بي. الإكس ريزيستنت أو الإكستنسيف ريزيستنت تي بي هذا معناها إنه تي بي ريزيستنت تو أول ذا ميديكيشنز بريزنت إن أور هاند. فاحنا وصلنا تقريبا لهذه المرحله. ليش وصلنا لهذه المرحله؟ لان المرضى غالبا بيستخدموا الدواء اول شهرين يحس نفسه قد كويس يقوم يوقف، فبالتالي بتعمل جينيريشنز او بتعمل جينيتك ميوتيشنز التي بي. فالجينيتك ميوتيشنز هذه بتولد يعني جينيريشنز تكون قابله انها تعمل ريزيستنس
للدراجز. فاحنا للاسف وصلنا لهذه المرحله، مرحله الاكسستنس. فاذا الدراج ريزستنت تي بي اساسا هي تو ايزونايزد اند ريفامبسين. في هذه الحاله كيف بنتصرف؟ بنستخدم حاجه اسمها سكند لاين دراجز. انتم عارفين ايش يعني فيرست لاين وسكند لاين دراج ودراج اوف تشويس، عارفين الفرق ما بين هذه الاسماء كلها. السكند لاين دراجز هي الادويه اللي ما بنستخدمهاش غالبا، وانما بنأخر. في حاجه يا دكتور؟ في نقطة؟ طيب ايش هذه الادويه؟ الستريبتومايسين والكوينولون، زي ايش الكوينولون؟ زي الهيموفلوكسيسين والسايبروفلوكسيسين، وكمان الانجكتبل ايجنتس زي الاميكاسين. اذا هذه هي الادويه اللي بنستخدمها لعلاج التي بي. طيب الليتنت تي بي بايش بنعالجه؟ يا اما بالايزونايازيد الون، يا اما بكومبينيشن اوف ايزونايازيد اند ريفامبسين. اذا استخدمنا الايزونايازيد لوحده حناخذه مده 6 اشهر، واذا استخدمناه مع ريفامبسين حتاخذ الموضوع 3 اشهر. طيب. إذا هذا بالنسبة للتي بي، موضوع التي بي سهل جدا، ما فيه كلام كثير، أتمنى إنه يكون مفهوم. هنبدأ بعدين الآن موضوع الكلوريد إفيوجن. هل في أي سؤال على التي بي قبل ما ندخل على الكلوريد إفيوجن؟ أي أنت؟ أنت عارف كم نسبة الريسبونس للتي بي بشكل عام؟ بشكل عام يعني اللي ما عندهمش ريزيستنس 97 الى 100% الريسبونس بيكون، وهذا شيء جميل. ولكن اذا ما فيش ريسبونس معناها في دراج ريزيستنس. بالنسبه للفحص السكرين كان مانتو، اسمه مانتو تيست. كيف بإمكان نطلع على التي بي من المكان الاول بيكون انتظار ليش؟ لانه هذا هو عباره عن اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس بيعكس شو؟ هو لوكالايزد اميون ريسبونس تو ا جنرالايزد بودي بروسيس. يعني اي مكان التي بي في اي مكان ممكن المانتو تيست يطلعه، ولكن المانتو تيست حقها الاكيورسي ما هيش 100%، بمعنى انه ممكن يكون في بيشنت عنده ليتنت تي بي ومع ذلك المانتو تيست ما يطلعه، يعني هذا من عيوبه. فعشان هكذا ممكن اذا احنا شاكين اكثر نستخدم كمان الاجرا تيست اذا احنا شاكين، او نسبه الشك قويه، وهذا الشيء بيحصل كثير في الكلينيكال براكتس. أو إنه إنسان كان عنده من قبل vaccination للتي بي، الvaccination انتهى مفعولة ولكن ما زال قادر إنه يطلع المانتو تيست، في هذه الحالة برضو بنستخدم الإجرا تيست. كلام معقد وكثير جدا، هي في كتب كبيرة على هذا الموضوع، فبالتالي صعب إن إحنا نغطي هذا الموضوع من جميع جوانبه. المهم إنكم تعرفوا الأساسيات في هذه المرحلة. طيب ندخل على الpleural effusion اللي هو عبارة عن collection of fluid in the pleural cavity. Normally, the pleural cavity contains small amount of fluid, تقدر تقريباً بعشرة مللي، which acts as a lubricant between the parietal and visceral pleura. إحنا عارفين طبعاً من الأناتومي إن في معنا الparietal والvisceral pleura، وإن في هنا سائل كمية قليلة جداً 10 مللي. إنتوا عارفين كم 10 مللي تقريباً؟ بمقدار ملعقة طعام. شفتوا ملعقة الطعام؟ هذه 10 مللي. العشرة مللي هذه توجد عشان تمنع احتكاك الparietal بالvisceral pleura. إذا كمية السائل هذه قلت، إيش اللي بيحصل؟ بيحصل احتكاك ما بين الparietal والvisceral pleura، وبالتالي يؤدي إلى pain. إيش اسمه هذا pain؟ pleurisy. تذكروا؟ طيب إذا زادت الكمية بيؤدي إلى حاجة اسمها pleural effusion. إذا pleural effusion هو وجود سائل داخل الpleural cavity. عارفين ايش يعني كلمة lubricant؟ معناها ملين أو ما يعني الاحتكاك. طيب according to the type of fluid pleural effusion، شوفوا كلمة pleural effusion هي كلمة عامة شاملة لجميع أنواع السوائل اللي ممكن تكون موجودة داخل pleural cavity. لكن هذه السوائل ممكن تقسيمها إلى التالي. أول حاجة كلمة translocyte، هل مرت عليكم هذه الكلمة من قبل translocyte؟ معناها ايش؟ ما لها عدة كلمات أو مرادفة، يا إما إنها نان إنفلاماتوري أو إنها سيرس. سيرس معناها صافي، كلير فلويد. إذا هي ترانزيت هو عبارة عن نان إنفلاماتوري سيرس فلويد أو نان إنفلاماتوري كلير فلويد. لما تسمعوا كلمة سيرس معناها كلير فلويد، تمام؟ يعني غير معكر. هل له اسم ثاني؟ نعم، اسمه هيدروثوركس. يعني لو سمعتم كلمة هيدروثوركس هي نفسها the presence of ترانزيت inside the pleural cavity. طيب النقيض للترانزوديت ايش هو؟ الاكسوديت. الاكسوديت على عكس الترانزوديت، اذا كان الترانزوديت نون انفلاماتوري فالاكسوديت هو عباره عن انفلاماتوري، واذا كان الترانزوديت كلير فالاكسوديت هو نون كلير فلويد. اذا في فرق كبير ما بينهم، الترانزوديت نون انفلاماتوري والاكسوديت انفلاماتوري. طيب الاكسوديت ممكن يكون فرانك باس، يعني الفرانك باس هو عباره عن نوع من انواع الاكسوديت. الباس
It's also called biothorax أو إمبيما. يعني لو سمعتم كلمة إمبيما أو biothorax هو نفسها the presence of frank pus in the pleural cavity. ممكن يكون برضو الفلويد هذا بلدي، في هذه الحالة بنسميه إيش؟ هيموثوركس. ممكن يكون lymphatic fluid، في هذه الحالة بنسميه كايلوثوركس. إذا الكايلوثوركس هو عبارة عن lymphatic fluid inside the pleural cavity. الهيموثوركس هو عبارة عن the presence of blood inside the pleural cavity. الفرانك بس هتلقوها على تسميتين مختلفتين، التسمية الأكثر شيوعا هي الإمبيما والتسمية الأقل شيوعا هي الكايلوثوركس، ولكن كلاهما يحملان نفس المعنى. طيب إذا قسمنا الفلورال إفيوجن على حسب نوع الفلورال إفيوجن أو نوع السائل اللي موجود، فبيطلع معنا زي ما اتفقنا الهيدروثوركس البايوثوركس وما إلى ذلك. ولكن إذا قسمنا على حسب كميته، فممكن نشوف إن في معنا مايلد فلورال إفيوجن ومودريت وماسيف. تعرفوا ما معنى هذه المصطلحات؟ مايلد معناها قليل، مودريت معناها متوسط، وماسيف معناها شديد. ما تعريف الماسيف؟ معناها إنه يكون أكثر من ثلث أو خلينا نقول ثلثين اللم تكون فيها فلويد. المشكلة في الفلورال إفيوجن إيش؟ إنه الفلورال إفيوجن أو السائل لما يتجمع في الفلورال كافيتي حيبدأ يضغط على اللنج تيشو. إذا ضغط على اللنج تيشو حيعمل إمبيرمنت أوف غاز إكستشانج، وبالتالي يؤدي إلى دسنيا، وممكن الدسنيا هذه تكون شديدة لأنها تؤدي إلى حاجة اسمها ريسبيرتوري ديستريس. الريسبيرتوري ديستريس ممكن يؤدي إلى ريسبيرتوري فيلير. الريسبيرتوري فيلير كنتيجة نهائية وحتمية إذا لم تتم علاجه ممكن يؤدي إلى الوفاة. هذا الماسيف، لكن المايلد والمودريت ما بيعملوش هذا الريسبيرتوري ديستريس الشديد. طيب الآن نجي على الإتيولوجي أو سبب كل نوع من أنواع الفلورال إفيوجن على حسب هذا النوع. أول حاجة الترانزوليت. الترانزوليت أسبابه الشهيرة بما أنه عبارة عن فلويد صافي، فالسبب بيكون أول شيء الكونجستيف هارت فيلير، الليفر سيروسز، الأكيوت والكرونيك رينال فيلير، والنيفروتيك سيندروم. هل مرت هذه المصطلحات عليكم من قبل؟ الأولى إيش اللي بيحصل؟ إيش الشيء المجموع ما بين أو الحاجة المشتركة ما بين جميع هذه الأمراض؟ إنه بيكون في احتباس سوائل في الجسم. من بين هذه الأماكن التي يحتبس فيها السوائل البلورال كافيتي، ممكن كمان البيريتونيال كافيتي، اللور ليمب إديما، يعني احتباس سوائل في جميع الكافيتي حق الجسم ومن بينها البلورال كافيتي. طيب الإكسوديت بيكون أكثر شيء وأهم حاجة في النيومونيا. إيش سميناها إحنا في حالة النيومونيا؟ إيش كان اسمه مع اسم؟ لا ما هذا اللي فات، احنا جبنا اسم للبلورال افيوجن الناتج عن النيومونيا. ايش كان اسمه؟ كان اسمه بار نيومونيك افيوجن. طيب بار نيومونيك افيوجن ممكن يؤدي الى امبيما. اوكي طيب التي بي برضو هي من اشهر انواع الاكسوديت او من اشهر اسباب الاكسوديت المالجنسي، وكمان في حاجه عندنا اسمها اوتو اميون سيروزايتس. ما معنى كلمه سيروزايتس؟ معناها انفلاميشن اوف سيروس ميمبرين. ايش السيروس ميمبرين؟ بس في معنى البيريكارديوم والبلورا والبيريتونيوم، هل بنسميها سيروس ميمبرين؟ ممكن هذولا واحد منهم او كلهم يكون في معنى اوتو اميون بروسس عملتهم انفلاميشن. احنا سبق وتعرفنا على ما معنى كلمه اوتو اميون ديزيز، فممكن اوتو اميون ديزيز اشهر مرض بنسميه سيستميك لوبس. مش عارفه لو سمعتم عن هذا المرض من قبل. هذا المرض او اللوبس او سيستميك لوبس إريديماتس او مرض الذئبه الحمراء هو من اشهر الامراض اللي ممكن تعمل لنا بلورال افيوجن عن طريق الاوتو اميون سيروزايتس. طيب البلد ما هي الحاجة اللي ممكن تعمل لنا بلد انسايد ذا بلورال كافيتي؟ المالجنسي اهم حاجه والتروما. طيب الليمف، هل ممكن يكون في ليمف انسايد ذا بلورال كافيتي؟ نعم ممكن يكون في حاله الليمفاتيك اوبستراكشن. ومتى يحصل معنا الليمفاتيك اوبستراكشن؟ اذا كانت المالجنسي عمل لنا انفلتريشن وبالتالي عمل لنا اوبستراكشن، او في حاله التروما. يعني تقريبا نفس الكوزز اللي بتعمل بلد. فهذه بالنسبة للأسباب على حسب الإتيولوجي. هل المفهوم أو يحتاج إعادة؟ مفهوم. متأكدين؟ هذا؟ بيريكارديوم والبلورا والبيريتونيوم. يعني كلها سيروس ممبرين، وكلمة سيروزايتس ما تعني التهاب أحد أو يعني كلهم.
طيب الباثوجينيسيس من وين جاي؟ أول حاجة الترانزيت can result from imbalance between the hydrostatic and the oncotic pressure between the blood vessels and the pleural space. أنتم أكيد درستم البالانس اللي موجود ما بين blood vessels وما بين body cavities اللي هو مدعوم أساسا بالhydrostatic pressure والoncotic pressure. درستوها في physiology صح؟ ما درستمش الانكوستاتيك والهيدروستاتيك ما درستمش هذا الموضوع. طيب كيف نفهمكم يا؟ طيب هو هذا يحتاج محاضرة كاملة لشرح ما هو الهيدروستاتيك والانكوتيك بريشر، ولكن خلينا نحاول نبسط الموضوع بانه الهيدروستاتيك بريشر هو البريشر الناتج عن الضغط اللي موجود في البلد فيسلز، اما الانكوتيك بريشر هو البريشر الناتج عن مكونات ما داخل البلد فيسلز. طبعا الموضوع صعب يحتاج له شرح طويل، ففي حالة الانكريز هيدروستاتيك بريشر، ما معنى انكريز هيدروستاتيك بريشر؟ قلنا هو الضغط الجاي من البلد فيسلز، اذا الضغط الجاي من البلد فيسلز ازداد ايش اللي بيحصل؟ الان هذا معنا البلد فيسلز وفي ضغط زياده بين البلد فيسلز، عدد مكونات ما داخل هذا البلد فيسلز تخرج صح؟ من بين الكابيلاريز، احنا نعرف انه هذا الكابيلاريز. ما فيش قلم ثاني؟ ما درستمش انتم الهيماتولوجي من قبل؟ لا صراحه. طيب ماشي الحال، اذا هنحاول نبسطها لكم هنا. اذا كان هذا البلد فيسلز الوعاء، اذا اخذنا كروس سكشن مكون من الكابيلاريز، ففي داخله حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر. ما معنى كلمه هيدروستاتيك بريشر؟ معناها الضغط اللي جاي من البلد فيسلز نفسها او من الكارديو فاسكولار سيستم نفسها. هذا الهيدروستاتيك بريشر اذا ازداد ممكن يؤدي الى ايش؟ ان المكونات اللي موجوده داخل البلد، الان بنعتبر انه هذا البلد اوكي وهذه الكابيلاري، المكونات اللي موجوده داخله تبدا تحاول تخرج من هذا المكان الى اماكن اخرى. طيب ايش اللي ممكن يزيد الضغط في هذه الحاله؟ في معنا الكونجستيف هارت فيلير، والكونجستيف هارت فيلير اساسا ممكن كمان سوبيريال فيلاكال اوبستراكشن، ولكن خليكم على الكونجستيف هارت فيلير. ايش اللي بيحصل في الكونجستيف هارت فيلير؟ انه بيحصل هذه برضو انتم راح تدرسوها ان شاء الله فيما بعد. بيحصل معنا حاجه اسمها تراكم الدم في مكان معين، ولما الدم يتراكم بسبب عدم قدره القلب على ضخه الى جميع انحاء الجسم بيتراكم في اماكن معينه، الاماكن هذه اللي هي البلد فيسلز. لما يتراكم في البلد فيسلز احنا عارفين انه متى ما زادت الكميه ازداد الضغط الناتج عن هذه الكميه. طيب اذا ازداد الضغط داخل البلد فيسلز ايش اللي بيحصل؟ حيزداد حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر، حتبدا المكونات اللي موجوده داخل الدم تخرج عن طريق الفراغات اللي موجوده ما بين الكابيلاريز. في هذه الحاله ايش بتكون المكونات؟ حتكون سيروس فلويد، لانه مش معقول الخلايا تقدر تطلع. هل تقدر الخلايا تطلع ما بين الكابيلاريز وهي نورمال؟ ما تقدرش تطلع. فبالتالي ايش اللي حيقدر يطلع من بين الفراغات اللي موجوده في الكابيلاريز؟ السيروس فلويد. السيروس فلويد هذا وين بيروح؟ بيروح على البادي كافيتيز، زي ايش؟ زي البلورال كافيتي، زي البيريتونيال كافيتي، واخر حاجه ممكن البيريكارديوم، ولكن البيريكارديوم مقاوم اكثر من هذه الاماكن في بريشر اكثر. فبينتقل من مكان الضغط الاعلى، احنا نعرف هذه القاعده زمان انه كل الفلويد بينتقل من مكان الضغط الاعلى الى الضغط الادنى. هنا صار في معنا ارتفاع في الهيدروستاتيك بريشر، فحتبدا المكونات تخرج من مكان الضغط الاعلى الى مكان الضغط الادنى. في هذه الحاله الضغط الاعلى هو البلد فيسلز والضغط الادنى هو البلورا، فبالتالي حيخرج السيروس فلويد هذا من البلد فيسلز الى البلورا، بيتكون معنا ترانزوليت. في هذه الحالة ايش اللي بيكون فيه؟ في حالة الهارت فيلير. ليش في حالة الهارت فيلير؟ لأن احنا متفقين ان القلب بيكون ضعيف غير قادر على ضخ الدم، إذا ما ضخ الدم بالطريقة السليمة الدم حيتجمع، إذا تجمع الدم في الأوعية الدموية حيبدأ بالتالي يزيد الضغط داخل هذه الأوعية الدموية. لا أدري إن كنتم استوعبتم هذه النقطة أو لا، لأن هذه النقطة تشرح في محاضرة كاملة، يعني الهيدروستاتيك والأنكوتيك بريشر هذه تشرح على مهل، وكنت أتوقع أنكم فاهمينها، ولكن مش مشكلة. أتمنى أنكم تكون يعني وصلت ولو فكرة قليلة عن هذا الموضوع، موضوع الهيدروستاتيك بريشر اللي هو الضغط الناتج عن الأوعية الدموية أو عن الجهاز الدموي كاملا. طيب في حاجة اسمها أونكوتيك بريشر. الأونكوتيك بريشر إذا كان الهيدروستاتيك بريشر هو الضغط الناتج من الكارديو فاسكولار سيستم، فالأونكوتيك بريشر هو الضغط الناتج عن ذي بلود كومبوننتس. البلود كومبوننت اكثر واحد ناتج او بيعمل هذا الضغط حاجه بنسميها الالبيومين. سمعت عن الالبيومين؟ الحمد لله رب العالمين. ما هو الالبيومين؟ بروتين. One of the types or one of the major types of plasma protein.
فبالتالي اذا معنا نوعين من الضغط موجودات في البلد فيسل، نوع ناتج من الكارديو فاسكولار سيستم سواء كان بالاوعيه الدمويه او بالقلب، وهذا اللي بنسميه هيدروستاتيك بريشر. وفي معنا الضغط الثاني ناتج من المكونات الموجوده داخل الدم، واساسا هذا الضغط بيجي اكثر حاجه من الالبيومي. الحين الالبيومي هذا يفترض انه نقص بسبب اي سبب من الاسباب، ايش اللي بيحصل؟ بينقص الانكوتيك بريشر، وبالتالي بيؤدي الى ايش؟ اللي هي واحده الكونديشن بنسميها هايبو البيومينيميا. نقص الهايبو البيومينيميا ايش اللي بتعمل؟ بتخلي البريشر بيقل في الانسايد دي بلاد فيسلز، وبالتالي بتحصل حاجه عكسيه لانكريز الهيدروستاتيك بريشر، اللي هو برضو ان الفلويد بيطلع من الانترا فاسكولار كومبوننت الى الكافيتيز. اذا ديكريز الالبيومين يؤدي الى ديكريز اونكوتيك بريشر. طبعا الانكوتيك بريشر عكس الهيدروستاتيك بريشر، وكنت كمان محاضره طويله. الانكوتيك بريشر بيحاول يحافظ على الفلويد داخل الانترا فاسكولار كومبارتمنت، الهيدروستاتيك بريشر بيعمل العكس. فديكريز اونكوتيك بريشر، ديكريز اونكوتيك بريشر يؤدي الى اسكيب اوف فلويد تو بودي كافيتيز. في اي حاله بس يعني ممكن يحصل، ايوه اذا كان النقص شديد ايوه بيحصل اي حاله اي سبب من نقص الالبيومين بغض النظر عن هذا السبب يؤدي الى تجمع السوائل في البادي كافيتيز. تجمع السوائل هذا ممكن يؤدي الى بلورال افيوجن، يؤدي الى بيريتونيا. في هذه الحالتين بيكون تجمع السوائل اللي هو ترانزودين في جميع البادي كافيتيز، يعني في البيريتونيا موجود وفي البلورال موجود، في الانترستيشيال سبيس برضه بيكون موجود. فهذه هو الباثوجينيسيس وراء الترانزودايت، اللي هو the presence of imbalance between the hydrostatic and the oncotic pressure. نقطة مفهومة؟ somehow صح؟ نص بنص. قلت لكم ليش؟ لأنها تحتاج محاضرة كاملة، محاضرة كاملة لأنها تشرح. فأنا بس حاولت أوصلها لكم بأسرع طريقة ممكنة، اللي هو the imbalance between hydrostatic pressure and the oncotic pressure. أيش الهيدروستاتيك بريشر؟ مثل ما اتفقنا هو البريشر الناتج من الكارديو فاسكولار سيستم سواء كان القلب أو الأوعية الدموية، وهذا البريشر إذا ازداد حيحاول يطرد السوائل من الانترا فاسكولار كومبوننت إلى البادي سبيسز. أهم البادي سبيسز زي ما اتفقنا اللي هي الثورال كافيتي والبيريتونيال كافيتي، وبرضه اللور لمب انترستيشيال سايت اللي بيعمل لور لمب اريا. الانكوتيك بريشر هو ضغط معاكس للهيدروستاتيك بريشر، وهو ضغط اذا زاد او اذا قل بتخرج السوائل من الانترا فاسكولار كومبوننت، بمعنى انه هذول الضغطين عكس ايش اذر، معاكسات عملهم لعمل الاخر. فبالتالي في حال زياده الهيدروستاتيك بريشر او في حال نقصان الانكوتيك بريشر يحصل في معنا هذا الامبالانس الذي يؤدي الى تجمع السوائل في البادي كافيتيز. طيب اذا هذا بالنسبه للترانزودايت. بالنسبه للاكسودايت يكون في حاجة أسهل شوية، اللي هي بنسميها altered permeability of the flora because of the inflammation. طيب عارفين إيش يعني permeability صح؟ اللي هي السماحية بالنفاذ أو السماحية بالعبور. الآن لما يكون في معنا inflammation، الفلورا اللي نعرف إنه ما يعني ما يسمحش بعبور السوائل منه وخلاله، الانفلاميشن هذا بيعمل اولتر بيرميابيلتي اوف ذا فلورا بيكاز اوف انفلاميشن او مالجنسي او تروما. فبالتالي الاولتر بيرميابيلتي هذه تسمح بانتقال مش بس السوائل، تسمح بانتقال السوائل والخلايا من الدم الى فين؟ الى الفلورال كافيتي. اذا على عكس الترانزودين في الاكسودين هنا بيكون برضه في تجمع للخلايا وتجمع للسوائل. The most common causes of exudate are paraneumonic effusion الناتج عن نيمونيا، البلمونري امبوليزم، عارفين ايش يعني البلمونري امبوليزم؟ اللي هي انسداد الاوعيه الدمويه او جلطه بالاوعيه الدمويه انتقلت من مكان اخر، التي بي مثل ما اسلفنا، وكمان الاوتو اميون سيروزايتس اللي تكلمنا عليها سابقا، هذا بالنسبه للاكسودايت. طيب الكلينيكال برزنتيشن، كيف يكون الكلينيكال برزنتيشن تبع اساسا بيكون في ديسنيا، وممكن يكون في موجود تشست بين، ممكن يكون شيء موجود تشست بين، بس الاساس هو ديسنيا. طيب بيكون في معنا برضه حاجه ثانيه تدلنا على سبب ما هو البلورال افيوجن، ممكن يكون في معنا كف وفيبر، فبالتالي نستنتج ان النيمونيا هي سبب البلورال افيوجن، ممكن يكون في معنا لور لمب اديما، فبالتالي نستنتج انه الهارت فيلير ممكن يكون هو سبب البلورال افيوجن. برضو يكون في جوندس، عارفين ايش يعني جوندس؟ فبالتالي نستنتج ان المشكله ممكن تكون من الكبد. طبعا المشكله في الكبد هي ايش؟ الهايبو البيونيميا.
طيب ممكن يكون في عندنا هيستوري اوف تروما وممكن يكون في هيموبتسس، والهيموبتسس دائما لما نشوف في برولونج هيموبتسس يا اما هنشوف كتل مالجنسي يا اما في التيبي. طيب في التشخيص بنعتمد على السيمتومز اند ساينز، ولكن السيمتومز اند ساينز احيانا ما بتكونش كفايه ان احنا نقدر نستنتج وجود البلورال فيوجن، فبالتالي بنعتمد بشكل اساسي على التشست اكس راي. طيب اذا شفنا البلورال فلويد في التشست اكس راي حنسحب بابره البلورال فلويد هذا ونعمل له اناليسز. الاناليسز لماذا؟ للنمبر اند تايبس اوف سيلز، ايش السيلز الموجوده؟ هل هي نيوتروفيلز؟ هل هي مالجنانت سيلز؟ هل هي ليمفوسايت؟ هل هي ايزينوفيلز؟ ما نوع السيلز اللي هي موجوده بالضبط في البلورال فلويد؟ كمان بيكون في عندنا اللاكتيت ديهايدروجينيز انزايم برضه بنعمل له اناليسز، الشوجر ليفل. هذه الاشياء الثلاثه هي اللي بتفرق لنا ما بين الترانزوليت والاكسوليت. فبالتالي اول خطوه في التشخيص تبع البلورال فيوجن نحن نعرف هل هو ترانزوليت ولا اكسوليت. إذا طلع معنا إنه ترانزوليت فبالتالي حنبدأ ندور على فهم ترانزوليت، هل هو جاي من الهارت، هو جاي من الليفر، هل جاي من الكدني إذا كان ترانزوليت، وإذا كان إكسوليت حنبدأ نعمل له كلتشر وسيتولوجي عشان نعرف وين المشكلة بالضبط. ممكن برضو ناخذ عينة من البلورا اللي بنسميها بلورا بايوبسي، وممكن نعمل ايمجينج اوف ذا تشست باي سي تي سكان عشان نشوف لو في مالجنسي ولو في تي بي مثلا أو تي بي. فهذا بالنسبه لتشخيص البلورال فيوجن يعتمد على تشست اكس راي، وبعد التشست اكس راي اناليسز اوف البلورال فلويد، بعد الاناليسز اوف البلورال فلويد ندور على السبب، حنعرف اذا كان ترانزليت او اكسوليت ونمشي بعدها ندور على السبب. العلاج هو اساسا احنا بنعالج السبب، يعني مثلا اذا كان السبب نيومونيا وعامل برا نيومونيك فيوجن فبكل بساطه مجرد ما نعطيها الانتي بايوتيك حيتحسن. طيب ممكن كمان الناس اللي عندهم مالجنسي ممكن نعمل لهم سيرجري وكيموثيرابي. الترانزوليت بيتعالج بطريقه واحده فقط اللي هي الدايوريتكس. الدايوريتكس هي مدرات البول. طيب في طريقه ثانيه اذا كانت كميه السائل كبيره جدا بنسميها ثيرابيوتيك بلورو سنتيسز. ما معنى كلمه بلورو سنتيسز؟ معناها سحب السوائل من البلورال كافيتي، وفي هذه الحاله بتكون ثيرابيوتيك، بمعنى ان احنا تقريبا بنسحب معظم السوائل المتجمعه داخل البلورال كافيتي عشان نريح المريض من التسميع. فهي عباره عن ريموفال اوف ذا فلويد باي تشست تيوب ان كيس اوف امبايما او ان كيس اوف ماسف اور ريكيرنت بلورال فيوجن. اذا كان في امبايما في البلورال فلويد فلا يمكن اي انتي بايوتيك يعالجه، لازم ينسحب بالتشست تيوب لانه زيه زي القيح لازم ينسحب. او في حالة الماسف اللي اتفقنا انه يغطي اكثر من ثلثين الرئتين، او الريكيرنت بلورال فيوجن اللي كل ما نعالجه يرجع. وفي اخر حل اللي بنسميه بلوروديزم. ما معنى بلوروديزم؟ معناها ان احنا نقفل البلورال سبيس. احنا عارفين البلورال سبيس بتتجمع فيها السوائل هذه، البلوروديزم هي عباره عن العمليه اللي بنقفل فيها البلورال سبيس وبالتالي ما نعطيش اي مجال لتجمع السوائل. هذه هي اخر حاجه واخر حل من حلول البلورال فيوجن. بنقفلها بكيميكال بروسيس، بناخذ ماده اسمها دوكسيسايكلين او تتراسايكلين، نعمل لها تخفيف ونعمل لها انجكشن انتو ذا بلورال سبيس، بتعمل سيفير انفلاماتوري رياكشن. السيفير انفلاماتوري رياكشن هذا بيعمل ادهيجن او تلاصق بين البلورا البارايتم والبسل البلورا، فبالتالي بيلتصقوا وما عاد فيش مجال في انه يتكون بينهم ويحصل فايبروسس طبعا، وما عاد فيش مجال انه يتكون بينهم اكزوريك. اي طبعا المريض عجز يعاني طول عمره، ولكن معاناته تكون اخف من الريكيرنت بلورال فيوجن. في حالات بالذات حالات الليفر والكدني والكذا، كل ما تسحب لها فلويد يرجع، كل ما تقطعي فلويد يرجع، دايوريتكس يرجع. فانتم حتشوفوا هذا ان شاء الله في المستقبل، فهذا هو اخر علاج ممكن نستخدمه من علاج البلورال فيوجن. تقريبا هذه كانت محاضره اليوم، هل لديكم اي سؤال؟ ما فيش اي اسئله؟ خلاص هذه هي اخر محاضره على الاطلاق، ما عاد حدرسكم بعدها ابدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم. اذا تحتاجوا اي اسئله انا موجوده هنا للساعه 12 فوق. تمام.